احتضنت تونس مائدة مستديرة للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس تحت شعار الأولوية الاقتصادية لتونس بمشاركة عدة خبراء وشخصية دولية ورجال أعمال من تونس وعدد من البلدان العربية والأوروبية والآسيوية والأمريكية. وقد سبق هذه المائدة المستديرة لقاء بين رئيس الحكومة المؤقتة حماد جبالي وعدد من الوزراء من جهة وممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس من جهة أخرى. وقد أكد جبالي على أهمية هذه التظاهرة الدولية التي تهدف إلى تحقيق فرص الازدهار الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وحماية الاستثمار. من جهة أخرى، أكد السيد ميروسلاف ديساك مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منتدى الاقتصاد العالمية في أعقاب المائدة المستديرة أن المنتدى يسعى إلى فتح حوار مع المجتمع الدولي قصد التعرف عن كثب على وضع البلاد. وأبرز السيد رضا سعدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي أهمية النقاش لتعزيز القدرة التنافسية خلال فترة الانتقال الديمقراطي وخلق المزيد من مناصب الشغل أمام الشباب وتأمين مخاطر الاستثمارات في هذه الفترة الحاسمة. هذا المنتدى تناول بالدرس بعض القضايا الهامة اللي تهم تونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي، تعزيز التنافسية، تنافسية الاقتصاد التونسي، خاصة أن منتدى دافوس هو الذي يصدر التقارير السنوية حول تنافسية الاقتصاديات في مختلف مناطق العالم. كذلك موضوع الاستثمار ومخاطر الاستثمار في مراحل الانتقال الديمقراطي وكيفية معالجة الإشكاليات الموجودة اللي ربما تعيق الاستثمار في تونس، سواء متعلقة بالجانب التشريعي ومتعلقة بغياب الشفافية خاصة في المراحل السابقة ومنظومة الفساد، كذلك متعلقة بالخيارات الاقتصادية المستقبلية والقطاعات اللي يمكن تراهن عليها تونس لتحقيق نقلة نوعية في منظومة اقتصادية كاملة في منوال تنمية اللي كان في السابق ما نجمش يفوق 5% في حدود 5% سنويا، أنه يرتقي من أجل امتصاص البطالة المتنامية يرتقي إلى 7-8% سنويا. لابد أنه تقع إعادة هيكلة منظومة الاستثمار والتوجه نحو القطاعات الواعدة. كما تحدث السيد طارق محمد يوسف على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس والتحديات التي يمكن أن تواجهها في مجال التنمية وتجربة الانتقال الديمقراطي في هذا البلد ومناخ الأعمال والاستثمار فيها. القطاع الخاص يجب أن يكون متجاوب مع عملية التحول الاقتصادي، بإمكانه أن يجازف ويخاطر من خلال ابتكار سبل جديدة للعمل التجاري للتقليل من هذه المخاطر، استفادة من ما هو متوفر من تمويل ودعم فني من قبل الدول الخارجية، الدول المانحة والدول الصديقة لتونس. ففي هذه اللحظة في تقديرنا المساحة والمتسع لا يزال موجودان. تونس تواجه اليوم عدة تحديات في مجال التنمية لضمان طريق صحيح لإرساء الديمقراطية والحوكمة الرشيدة.